الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. كالعاده حلقه جديده من البيت الكبير، ثلاث ايام انا مفتقد لحضراتكم، وكنت سعيد جدا 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 خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، لانه عرفت الحمد لله ان قناه النادي الاهلي كانت او خدت في مهرجان الفضائيات العربيه افضل قناه فضائيه رياضيه. الحقيقه مجهود كبير جدا جدا من الجميع، مجهود محترم، كل العاملين في الشركه، كل العاملين في قناه النادي الاهلي الحقيقه عاملين شغل رائع جدا، وكانوا قد ايه كنا تعبانين او كانوا تعبانين خلال الفتره السابقه بشكل كبير جدا. الحقيقه انا بشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا خلال هذه الفتره، وقد ايه انا مبسوط وسعيد بكوني ولو جزء بسيط جدا جدا في هذا الامر. شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الاهلي. انا قلت يمكن الكلمه دي امبارح واحنا بناخد الجايزه، ولكن ما بنتش قوي، ولكن شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الاهلي، دايما بشكركم، لانه اي استفتاء جماهيري، اي استفتاء جماهيري دايما الاهلي هو اللي كسبان فيه، دايما في كل حاجه. في الرابطه لما يقول لك اليو ديانج وفلان وفلان تلاقي اليو ديانج هو اللي كسبان. هنا في افضل قناه رياضيه موجوده هي قناه النادي الاهلي من خلال مهرجان الفضائيات العربيه زي ما حضراتكم شفتوا امبارح من خلال استفتاء جماهيري، وبالتالي يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، ودايما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، قد ايه احنا مبسوطين، قد ايه احنا سعداء. الناس كلها اللي كانت موجوده اللي شغالين هنا في القناه الحقيقه كلهم كانوا سعداء، كلهم كانوا مبسوطين. الحمد لله سنه جديده من النجاح، سنه جديده من الامور الجيده، وان شاء الله يظل دائما النادي الاهلي في القمة كالعادة، سواء في النادي الأهلي كنادي ألعاب رياضية ونواحي اجتماعية وكل شيء، أيضا قناة النادي الأهلي تظل دائما في القمة. شكرا جزيلا لجمهور النادي الأهلي.